لا 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 لا، ده موضوع ما نسكتش عليه ابدا. ايه ده، ايه الهديه اللي جابها لك ده؟ مين ده؟ لا لا لا، ده واحد كان غلطان في العماره، وهو طالب البواب قال له دي عشان المدام يعني. طب في العماره لا، بقول لك ايه، انا مش اي كلام، اسال عني أبدا. انا فحل بسعد بكسر الدنيا. انا عارفه كل ده، انت بقيت صعب قوي، بقيت انسان لا تطاق. ويعني انت اللي تطاقي، انت لا تطاقي اطلاقا. طب اعمل ايه سمير؟ صعب خير في ايه؟ مش عارفه، ما بقيتش قادره اتحمله ولا قادره اتفاهم معاه ابدا. النقاش معاه بقى مستحيل خالص. في ايه بس يا سموره؟ ليه مزعل رجروجه حبيبتي؟ يا انجي يا حبيبتي، ما تبص، دي بتعيط، دي دموع التماسيح دي. تمسيح ايه؟ انت تمساحه. لا وصلنا للتمساحة؟ لا يا جماعة ما ينفعش كده، يعني احنا برضو برا، ايه رأيكم نخش نتكلم جوه علشان دي اعراض ناس برضو وتماسيح وكده؟ اعراض؟ يا وصلت لاعراض وانا في السن ده؟ ده انا بقيت مضروبة، مين اللي هيبص لي دلوقتي؟ ده انا يا عمر. تعالي تعالي خشي عندنا يا رجل. عندكم اكل؟ عندي فاصوليا بيضة. تعالي. لا انا مش عاملة اكل النهاردة. تعالي خش نقعد مع صبرا. انا لما كنتش بحب الفاصوليا البيضة. لا 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 يا علي، ده شيء غريب. نسوان دول فجرين زبالة. يا باشا أنا شفت كل حاجة بنفسي. وإيه بقى اللي أنت شفته بالظبط؟ امبارح لقيتها ماسكة التليفون وبكركر. يعني إيه عشان دودو وكركر كركر تقوم مخلص عليها وقتلها؟ شفتي؟ أنت نفسك استغربتي. أنا خلاص مش هقدر أعيش معاها بعد كده أبداً. يا باشا دي مجرمة. طب خدي هات. اللي أنيل من كده، امبارح بقى شفتها في النادي بتلعب تنس مع مين؟ مع نظمي بيه. عادي، قلت ده البارتنر بتاعها، تنس كده معروف، 2-2-4-4-6-6، مش شلة يعني. المهم بقى لقيت نظمي بيه اللي بيلعب تنس حاطط منديل ألوان كده على جيبه. راح يلعب تنس وحاطط منديل ألوان عشان يلفت النظر. ها قول لي بقى، دي كمان عادية؟ مش عادية قوي يعني. قول لي عملت ايه؟ بهدلني في وسط النادي، وبهدلني قدام كل الناس اللي هناك، وقدام الراجل المحترم. تصوري عمل فيه ايه؟ ايه؟ قلعوا الشرطة. يا نهار ابوك اسود. يا باشا ما تحط نفسك مكاني. ببص للكور اللي بيلعبوا بيها لقيتها فوشيا. كور فوشيا علي. وكملت بقى بالهدية اللي جايبها لها.